بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ في الشابتر الثالث السليكشن اللي هو الاف ستيتمنت والسويتش في مادة جافا 1 او تي ام 105. في الاول بيتكلم عن حاجة اسمها بوليان داتا تايب. نوع البيانات لو احنا عندنا فاريبل ممكن نحط فيه قيمة رقمية انتجر، رقم صحيح ممكن نحط فيه قيمة عشرية الفلوت والدبل، ولكن النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها بوليان تايب. يعني انت عايز تقارن حاجتين، فالمقارنة دايما بتجيب لك yes و no او true false، بس انا ازاي هقارن بين قيمتين؟ لما اجي اقارن مثلا واحد واثنين، لما اجي اقول لك هل واحد اكبر من اثنين، دي مقارنة. اي comparison او اي مقارنة لازم تجيب لك حاجة من اثنين، اما true واما يا جماعة واما false. هنا بقى بقول لي انت عشان تقارن two value لازم تحط في النص operator اللي انا بستخدمه في المقارنة. كم اوبريتور مسموح في اللغه؟ 6. قال لي انت عندك 6 كومباريزون اوبريتورز. ده الاسم الاولاني او يسموا ريليشنال اوبريتور، معاملات المقارنه. كان بي يوزد بتستخدم تو كومبير عشان تقارن قيمتين، قيمه على اليسار وقيمه على اليمين. الريزلت نتيجه الكومباريزون، نتيجه المقارنه بتكون بوليان. بوليان يعني اما ترو واما فولس. اذا البوليان بياخد فقط ترو وفولس، وطبعا بياخدهم الاثنين بيكونوا سمول، ما ينفعش كابيتال. الكلمه بتكون ترو فولس سمول. ففي مثال، اما اجي اسالك هل واحد اكبر من اثنين، انت تقول لي لا دي معناها ان المتغير اللي اسمه بي هيتحط فيه فولس. طب لو قلت لك هل اثنين اكبر من واحد، هتقول لي ترو، فيتحط في الايه، في البي ترو. يعني انت تقدر تعمل تيست. لما اجي اقول له هنا ايه، سيستم اوت برنت، اطبع لي كده هل اتنين اكبر من واحد، ده وتحت اقول له قلت له هل واحد اكبر من اتنين، اللي فوق طبعا هتجيب لي ترو واللي تحت هتجيب لي فولس. لو جيت تعمل ران كليك يمين ران فايل، هل ان هو بيجيب لي ايه؟ جاب لي كده هنا الاولى ترو والتانية فولس. ليه؟ لان اتنين اكبر من واحد اكيد ترو، هنا واحد ليست اكبر من اتنين، فالنتيجة هتكون فولس. تمام. فهنيجي بقى نشوف هنا ايه اللي هما الكومباريزون اوبريتور اللي ممكن استخدمهم في لغة الجافا عشان اقارن ما بين تو فاليو. انا عندي هنا شكل الاوبريتور ده اللي ممكن استخدمه على فكرة في لغة الجافا. المقارنات ديت او الاوبريتورز ده شكلها في اللغة، وده شكلها في الماس، او اما تيجي تقارن او تشتغل كماس. يعني مثلا ما اقول لك ايه هل راديوس، او بلاش المثال ده، ما اقول لك هل اتنين اقل من زيرو مثلا، هي بتكتب كده في الرياضيات وفي الجافا، امال ايه المشكله؟ اما اقول لك هل اتنين اقل من او تساوي زيرو، ديت اسمها اقل من او تساوي، ده شكلها في الجافا، انما شكلها في الجافا بالشكل ده، في الماس بالشكل ده. اكبر من ده كود، ده ماس. اكبر من او يساوي ده شكلها في الماس. هنا بقى الناس كلها بتغلط في دي. دبل يساوي معناه ايه؟ هل الطرف اللي على الشمال يساوي الطرف اللي على اليمين، دي معناها is equal to، هل x equal y، طبعا دي معناها لا يساوي، علامة تعجب. equal معناها هل مثلا اتنين تختلف عن التلاتة، دي معناها not equal to. فكل operator ليه شكل في الكود وليه شكل في الماس، بس في حاجات مكررة زي أكبر من وأقل من، إنما مثلا هل يساوي في الماس واحدة بس. هل لا يساوي بتكون بالشكل ده، أنا اللي يهمني الشكل ده. تمام. كمثال لو أنا عندي فاريبل اسمه radius، ده متغير قيمته بكام؟ بخمسة. فما أجي أقول لك هل radius أقل من زيرو، يعني هل خمسة أقل من زيرو، طبعا فولس. هل radius اللي هي خمسة أقل من أو تساوي زيرو، هي خمسة تساوي زيرو أو أقل منها؟ لا، برضو فولس. هل راديوس اللي هي خمسة أكبر من زيرو؟ طبعا ده هتكون ترو. هل راديوس اللي هي خمسة أكبر من أو تساوي صفر؟ هتكون ترو، لأن خمسة أكبر من زيرو. هل راديوس اللي هي خمسة هل تساوي صفر؟ فولس، لأن الطرف ده خمسة والطرف ده زيرو. هل خمسة لا تساوي زيرو؟ الطرف الشمال يختلف عن الرايت، فالنتيجة انها تكون ترو. يعني ممكن احط ارقام اقارن بين، او ممكن احط متغير او متغيرات فرقية. اذا دول الستة الاوبريتورز اللي موجودين في اللغة هنحتاجهم
لما اجي بقى اشتغل بحاجه اسمها الاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت هي جمله شرطيه، بحط اف وبعدها بيكون في حاجه اسمها بوليان اكسبريشن، يعني في جمله او في معادله، المعادله دي لازم تجيب ترو فولس. تمام، مثلا انا عايز اجيب مساحه الدايره، بقول ان المساحه هي راديوس في راديوس في الباي، صح؟ افرض كان الراديوس ده بزيرو، ماشي، احط في المعادله. افرض الراديوس ده كان بسالب، هو في دايره نصف قطرها بالسالب؟ لا. فانا بدل ما اخليه يحسب المساحه على اي ارقام، المفروض الاول اتاكد ان الرقم ده موجب ولا لا. يعني نيجي نشوف المثال ده دلوقتي، انا ده هعمل له كده كومنت عشان ما اناش محتاجه دلوقتي. لو انا عندي فاريبل اسمه radius او r او غيره، قيمته مثلا بخمسة، تمام، اما اجي اقول له كده اعرف متغير تاني نوعه دبل، دبل يعني بياخد رقم عشر اسمه اري، المتغير ده بيساوي ايه؟ نصف القطر ضرب نفسه ضرب الباي اللي هي 3.12، تمام. اما اجي اقول له هنا اطبع للاريا، هيطبعها لك عادي. افرض اما اجي كليك يمين واقول له ران فايل، هيجيب لي هنا الايه؟ الاريا. افرض ان ده رقم كان بالسالب، هو في نصف قطر دايره ممكن يكون بالسالب كمنطق؟ لا. طب انا كده لو سبته كده قلت له كليك يمين ران، هيجيب لي المساحه، هناخد بالنا ان هي سالب واحد في سالب واحد في 3.14، هيجيبها لي بالشكل ده، بس ده كلام غير منطقي. المفروض قبل ما احسب الاريا واطبعها، افرض الرقم ده كان سالب خمسة، طبعا هتطلع بارقام موجبه لان سالب في سالب بموجب، بس هو اساسا في نصف قطر بالسالب، لا. فانا المفروض اقول له هنا ايه؟ اف اذا كان نصف القطر اكبر من زيرو، تمام، اذا كان نصف القطر ده رقم موجب، بفتح كده حاجه اسمها كيرلي واقول له هنا ايه؟ نفذ الامرين دولت. ايه اللي هنا؟ انت هتحسب فقط الاريا وتطبعها في حاله ان نصف القطر بالموجب. يعني انا كتبت كونديشن او بيسموه شرط، تمام، قلت له اذا نصف القطر رقم موجب خلاص احسب المساحه، لان ده هيبقى كلام منطقي، ويبدا اطبع للاريا، صح؟ يبقى الهدف من الاف ان انا اشرط تنفيذ جمله او اتنين او غيره بشرط، بحاله تحققت ينفذ اللي داخل الاقواس. فالاف هنا تعتبر حاجه اسمها سيلكشن او تفرع. طبعا في كذا شكل، اول حاله بيسموها وان واي، يعني انت عندك هنا ايه؟ انا مثلا باجي اقول له اف، اذا كان الكونديشن ده صح ادخل نفذ الاوامر الستيتمنتس اللي داخل القوسين دول، ما هو ده بدايه الاف وده نهايه الاف، تمام. قلت له هنا اذا كان نصف القطر، طبعا هنا كاتب اكبر من او تساوي زيرو، ماشي حسب الطلب، بس انا شايف ان المنطق ان نصف القطر كمان لازم يكون اكبر من زيرو. ايا مكان انت بتكتب حسب الطلب، الاريا بتساوي نصف القطر في نصف القطر في باي، ثم اطبع لي الرساله the area of او for circle of radius كذا is كذا، تمام. ده اللي قدامك ده، ده بيسموه الايه؟ الفلوت شارت. شكل الاف بيكون بالشكل ده، ان انا عندي كونديشن اذا كان ده ترو هيدخل في المسار ده ينفذ مجموعه من الستيتمنتس، اما لو كان الكونديشن فولس يطلع ويخرج زي كده. يعني انا شرطت تنفيذ مجموعه الاوامر ديت بتحقق الشرط، لو الشرط كان صحيح كمل، لو الشرط خطا خلاص اخرج بره الاوامر دي. يعني مثلا هنا اذا كان نصف القطر بسالب يترك كل ده ويقوم عامل قفزه جه هنا، خلي بالك لو الكونديشن فولس ما بيدخلش في الاف، بيعمل لها سكيب. يعني لو الكونديشن فولس يعمل لها سكيب ويجي بعد نهايه الايه؟ الاف. فهنا كامثله بقول لي اذا كان الاي اكبر من زيرو، سيستم اوت برنت اطبع الاي از بوزيتيف. طيب هل في مشكله في ده؟ قال لي ده كود رونج. ليه رونج؟ لازم الكونديشن يتحط في قوس بالشكل ده، تمام، لازم شرط الاف يتحط في قوس وشكل القوس كده، تمام. يعني ده خطا وده صح. ليه؟ لان هنا طبعا ده بيسموه سينتاكس ايرو، ان انت كاتب كود متعارض مع قواعد اللغه. قواعد اللغه بتقول لك ان لازم الكونديشن يتحط في اقواس، تمام. طيب نيجي لتحت، هنا الكونديشن ما فيهوش مشكله ولا هنا في مشكله، بس في كام جمله تحت الاف؟ واحده بس. هل لازم احط الاقواس؟
القوس ده ناخد بالنا، ودي معلومة مهمة جدا، القوس ده اختياري اختياري تمام لو كان تحت الاف وان ستيتمنت، اما القوس اجباري لو كان في كذا لاين. يعني انت عايز كم امر يتنفذ تحت الاف؟ اذا كان امر واحد وان ستيتمنت يعني جملة اخرها سيمي كولون، فممكن تحط القوس او زي هنا كده ما تحطش القوس. اما لو كتبت اقواس، ايه الميزة في كتابة الاقواس؟ انك ممكن تكتب اكتر من لاين، فالاتنين دولت اكوي بالانت يعني نفس بعض، بس لسه المعلومة مش واضحة ازاي. دلوقتي انا قلت له هنا ايه، اذا نصف القطر اكبر من زيرو احسب الاريا واطبع المساحة. لو انا شيلت القوس ده تمام، شيلت القوس وخليني فوق كده اعرف متغير دبل اسمه اريا بالشكل ده، انا عملت ايه؟ جيت تحت الاف كتبت له ان المساحة تساوي ار في ار في باي تمام، قلت له اطبع الاريا. طيب وخلي ده بالموجب مش مشكلة دلوقتي خلاص. ايه المشكلة هنا في الكود اللي قدامي ده؟ المشكلة ان تحت الاف كم امر؟ اتنين، لا هو واحد بس. انت حطيت هنا قوس؟ لا، طالما احنا ما كتبناش قوس بيعتبر الامر الاول فقط هو اللي تبع الاف، ده ابو ده مش تبعها. ليه؟ انت ما حطيتش قوس. انت لو حطيت قوس يبقى انت حددت له بداية ونهاية الاف، دي معناها ان هنا الستارت بداية الاف تمام، وهنا نهاية او نهاية الاف. عندك امر واحد، القوس افضل تحطه دايما عشان ما تغلطش. القوس معناه ان ده البداية وده النهاية، في النص امرين تلاتة عشرة انت حر. لو كان هو واحد بس اللي تبع الاف اللي يهمك، يعني ده في كم امر تبع الاف هنا؟ واحد. القوس هنا اختياري احطه او لا تمام، ده موضوع يفرق جدا في حكاية الاوبة تمام. يعني دلوقتي مثلا لو انا جيت كتبت هنا مثلا قلت له سيستم اوت، او كتبت له كده انتجر اكس يساوي 10، هل الامر ده وبعدين هاجي اطبع الاكس سيستم دوت اوت دوت البرنت قلت له اطبع الاكس، هل الامرين دول تبع الاف مرتبطين بالاف؟ لا. ليه؟ لان الاف امر واحد بس. انا بقول له اذا كان الار اكبر من زيرو احسب الاريا وخلاص الاف انتهت على كده، ده معناه هيجي يطبع الاكس. كليك يمين رام فايل، هو يعمل ايه؟ طبع الاكس اللي هي بكام؟ ب10. يعني هل الامرين دولت مرتبطين باف؟ لا. طيب لو انا جيت خليت الار بسالب 5، هل سالب 5 اكبر من زيرو؟ فولس. فولس يعني يترك الامر ده، ده والامرين دولت هيتنفذوا لانهم ما لهمش علاقه بالاف. اتاكد اهو، هل هي طبعا 10 برضه. لو انت فتحت قوس بالشكل ده وجمعت البلوك ده كل ده بيسموه بلوك من الاوامر يتنفذ في حالة تحقق الشرط، لان الشرط هنا فولس سالب 5 اكبر من زيرو، لا فالبلوك ده كله مش هيشتغل. امال يروح فين؟ يروح تحت هنا لو كان في اوامر، لو في اوامر تحت هينفذها. ايه اللي يثبت الكلام ده؟ كليك يمين، لو هعمل ران عليه ما طبعش حاجه خالص، ده دي رساله بتيجي لوحدها. ليه ما طبعش حاجه خالص؟ لان انت جمعت مجموعه الاوامر دي كلها في الاف تمام. فلازم ناخد بالنا من القوس. في مثال زي كده سؤال يعني ممكن يجي زي في الامتحان عادي. في المثال اللي قدامنا بيقول لي رايت بروجرام، اكتب برنامج ذات برومبتس اليوزر. كلمه برومبتس اليوزر معناها ان انا هستخدم سكانر، يعني في عندي اربع او خمس خطوات. برومبتس اليوزر تو انتر ان انتجر، هنعمل امبورت ونعرف اوبجكت ونعرف متغير ونطبع رساله للمستخدم ثم ندخل المتغير. خمس جمل بسبب كلمه برومبتس اليوزر، خلي اليوزر يدخل رقم. دي لوحدها نص الاجابه. ازاي؟ طالما اليوزر هيدخل رقم لازم اجي اعمل امبورت، صح؟ لازم نعمل ايه؟ امبورت، ولازم نعرف اوبجكت من السكانر، ولازم اجي اطبع رساله قدام اليوزر ثم امر الادخال باجي اقول له ادخل رقم. وطبعا هنا جمع تعريف المتغير والادخال مع بعض. الاربعه دولت والسطر اللي فوق ده كلهم بسبب كلمه برومبتس اليوزر تو انتر ان انتجر نمبر. اليوزر دخل رقم، وبعدين قال لي هنا
If the number is multiple of، إذا الرقم ده من مضاعفات الخمس، يعني 5، 10، 15، 20، اطبع لي كلمة high five. ماشي، ده جزء. قال لي if the number is divisible by 2، إذا الرقم ده بيقبل القسمة على 2، اطبع لي high even، يعني رقم زوجي. فهو السؤال فيه 2 if. if بتعمل تيست هو الرقم ده من مضاعفات الخمسة أو لأ، وإف تانية بتعمل تيست هو الرقم ده بيقبل القسم على 2، يعني معناها رقم زوجي. السؤال ممتاز، يجي زيرو في الامتحان 100%. أول حاجة أنا عايزك تدخل رقم. جينا عملنا امبورت من كلاس اسمه سكانر، لأن ده اللي هيخليني أقدر أدخل ده. وجينا عرفنا أوبجكت سميناه input، وبعدين هنعرف متغير اسمه number. ادي اليوزر هيدخل في رقم الخطوة التالتة، والمفروض اليوزر اطبع له رسالة عشان افهمه انا عايز ايه. هو اليوزر هيفهم انا عايز ايه ولا لازم كده اطبع له رسالة اقول له هنا ايه؟ انتر مثلا نمبر. الجملة الرابعة، ما زلنا في البرومبتس اليوزر، بعدين اليوزر هيدخل رقم. كل ده بسبب برومبت اليوزر نمبر يساوي السكانر سميناه انبوت، مش عنده ده اللي اسمها نيكست انتجر. ليه استخدمتها في السؤال؟ قايل لي انا عايز اليوزر يدخل رقم صحيح. تمام، دخلنا رقم صحيح. نيجي بقى نعمل ايه؟ نيجي نقول اف. ازاي تتاكد ان الرقم ده من مضاعفات الخمسه؟ كلمه مالتيبل اوف معناها مضاعفات الخمسه، يعني الرقم اللي انت ادخلته ايا مكان باقي القسمه على خمسه اذا كان يساوي زيرو. اولا 15 على 5 فيها الكام يا جماعه؟ كمثال يعني 15 على 5 فيها 3، 3 في 5 15، فالباقي 0. اذا 15 20 25 30 كل ديت ايه؟ مضاعفات الخمسة. اي رقم باقي القسمه، طبعا دي معناها باقي القسمه او الريمندر، يساوي 0 على طول اطبع لي ايه؟ قال لك اطبع لي كلمه هاي 5. تمام، هاي 5 طبعا ممكن اطبعها في لاين مستقل. الاف ديت خلصت، عايز اف تانية ملهاش علاقة بالاولى. اذا كان الرقم باقي القسمة على 2 يساوي 0، يعني ايه باقي القسمة على 2؟ اذا كان الرقم ده بيقبل القسمة على 2، يعني من مضاعفات الاتنين، ممكن اجرب اكتبها في قوس. هطبع له كلمة هاي ايفن، ان هو الرقم ده ايه؟ زوجي، يعني زي العشرين. العشرين هي مضاعفات الخمسة ورقم كمان مضاعفات الاثنين او even، صح؟ ما هي كلمة divisible by معناها بيقبل القسمة على الاثنين والباقي بيكون زيرو، ومالتيبل اوف خمسة معناها برضو بيقبل القسمة على خمسة او مضاعفات الخمسة، يعني ممكن يجيب لك الصياغة multiple of او divisible by، في الاخر كلها مضاعفات الرقم. يبقى الاف الاولى عمل تيست هو الرقم ده مضاعفات الخمسة او لأ، الاف التاني عمل تيست والرقم ده بيقبل القسم على 2 او زوجي او مضاعفات الاثنين او لا. كليك يمين رام فايل، الاول هيقول لك انتر نمبر، قلت له مثلا 10، قال لي ان 10 هاي ايفن وهاي 5. لو دخلت رقم تاني زي 15، 15 هو 15 على 5 فيها 3 والباقي 0، يدخل هنا. و15 على 2 فيها 7 والباقي 1، فالاف دي مش هتشتغل، صح؟ 15 على 2 مش هيدخل الاف التاني. ليه؟ الاف الاولى شغال عادي لان الشرط هيكون ترو. هنا 15 على 2 فيها 7 والمتبقي 1، مع علامه الريميندر دي معناها هات المتبقي، اذا دي فولس. هل 1 تساوي 0؟ لا، فولس، يعني الاف دي مش شغال. تمام، يبقى اذا هو بيشوف كونديشن كل كونديشن لوحده، لان دي اف مستقله ودي اف مستقله. بتكلم بعد كده عن حاجه اسمها تو واي اف ستيتمنت. تو واي يعني الاف فيها طريقين، ما هو سيلكشن انت بتمشي في مسار او ممكن يجي لك اختيار تاني اللي هي بيسموها اف الس، ما عملناهاش بقى احنا. اذا الكونديشن ترو يدخل ينفذ الاوامر اللي فوق، ستيتمنت فور ذا ترو كيس، في حاله الترو ينفذ اللي تحت الاف. الالس معناها ان الكونديشن فولس فيروح ينفذ الحالة العكسية. هنلاحظ بقى هنا في الفلوت شارت ان حطيت لك بوليان اكسبريشن، لو الكونديشن كان ترو ينفذ كل الستيتمنتس اللي بتكون تحت الاف، لو الكونديشن كان فولس ينفذ كل الستيتمنتس اللي بتكون تحت
ال else. اذا دي تسمى اف else statement. يعني هما دايما هو هنا كاتب لك تو واي، ده اسم او احنا دايما بنسميها كده اف else، يعني اما يدخل في المسار الاول او المسار الثاني. هو بيعمل select بيختار ده او واحد منهم، واحد منهم في الاخر يكمل بقية البرنامج. طيب ما نيجي نشوف مثال زي بتاع نصف القطر، او ممكن الاول اعملها على المثال ده. ممكن اقول له هنا ايه، اذا الرقم من مضاعفات الاثنين اطبع لي ايفن، مش انا ممكن اجي اقول له else. else دي هتطبع له ان هو فردي، ما هو الرقم اذا ما كانش على فكره زوج هيبقى فردي. اقول له هنا اطبع لي مثلا هاي اود، امتى ينزل تحت زي 7 3 15، لان باقي القسمه على 2 ما بيديش زيرو، فيخش لي في الالس صح. يعمل لك ايه، يطبع لك هاي اود. كليك يمين كده رام فايل، دخلت مثلا 15، اما ايه الهاي 5 لانها من مضاعفات الخمسه، وجي هنا في الاف دخل على الالس، ما دخلش على الاف 15. لاحظ ان هو جه هنا نفذ الالس، يعني الاف دي تسابها وراح للاس، لان الكونديشن كان فولس. تمام. في مثال بقى كنا شرحناه اللي هو بتاع الريديوس وبتاع المساحه. هنا كاتب لي اف ريديوس اكبر من او يساوي زيرو. اذا كان نصف القطر رقم موجب، خلاص الخطوه الاولى نفذ الاريا او هات المساحه ثم اطبع المساحه. افرض الرقم ده كان بالسالب، بالسالب يعني الكونديشن فولس. فولس يعني اذا الكونديشن فولس يا جماعه يعمل ايه، يقوم تارك ده كله يعمل له سكيب ويجي هنا، يروح فين، يروح للالز. يعني الجمل اللي تحت الالز بتتنفذ فقط فقط اذا الكونديشن اللي فوق فولس، يطبع لنا رساله نيجاتيف انبوت، يعني دخلت الرقم بالسالب. عايزين نجيب مساحه الدايره، هنيجي نعرف اوبجكت ونعمل امبورت، ونيجي نعرف متغير هنسميه راديوس. تمام. الراديوس ده هنيجي ندخل قيمته، هقول له ان الراديوس يساوي انبوت دوت نيكست. طب انا هخلي نصف القطر رقم 20 دوت، يجيب لك الدوال الجاهزه تقول له نيكست. طب اليوزر كده دخل ايه، رقم 10. دي الخطوه الخامسه. نيجي بقى نعمل تيست عشان نحسب الاريا اللي انا الاول هعرف فوق. هاجي اشوف الاول، هاجي احط اف، اعمل لي تيست على نصف القطر اذا كان اكبر من زيرو. انا هخليه اكبر من زيرو بصراحه. اذا الرقم ده اكبر من زيرو هعمل ايه يا جماعه، هاجي احسب الاريا. تمام. إلس بقى معناها ان اذا كان الرقم ده ليس اكبر من زيرو، يعني رقم زيرو او بالسالب. انت عايز تحط الزيرو في حالة ايه، الخطأ. انا شايف ان الزيرو تحت كمنطق شوية. تاني اليوزر ادخل رقم، اذا الرقم ده موجب هاجي اقول له ان نصف، ان الدايرة مساحتها تساوي نصف القطر اللي هو الراديوس ضرب نفسه ضرب الباي. على فكرة الباي ممكن اكتب زي كده، ممكن اكتب ماس دوت باي، ده يجيب لك الرقم الدقيق. في كلاس اسمه ماس، في فاريبل اسمه باي بيجيب لك القيمة الحقيقية اللي هي بالظبط كده. انا جبت الاري، عايز اطبع الاري، انا كتبت امرين جوه الاف، فلذلك لازم قوس، لازم تحط هنا قوس. طب لو حد شال القوس ده في مشكلة كبيرة جدا. اولا اول امر باي ديفولت بالطبيعة بيعتبر تبع الاف، والالس تحت منها امر او قوس. الامر ده تبع مين؟ الامر ده في النص. عارفين في النص ايه المشكلة، ان هو فصل الاف عن الالس، اصبحت اف لوحدها والس لوحدها. اساسا ما اقدرش اكتب الس بدون اف، ما تقدرش تعمل اف الس قصدي الا لو كان قبلها اف. الاف مش محتاجة الس الا لو انت عايز، يعني مش بالضرورة لكل اف اكتب الس، انما لا يوجد الس بدون اف. اذا نصف القطر رقم بالموجب او اكبر من او يساوي زيرو، هات الاريا واطبع لي الاريا. هتطبع الاريا ازاي، ممكن تقول له هنا ان اريا ايكوال وزائد تحط لي اسم الفاريبل. الس معناها ان الكونديشن ده فولس، فما دخلش في الاف فينزل للالس. يعمل ايه، ممكن يطبع هنا نيجاتيف انبوت. نيجاتيف انبوت معناها ان انت ادخلت نصف قطر بالسالب. كليك يمين رام فايل،
اول خطوة هي اللي دخل نصف، قلت له 3.5. على طول طبع لي المساحة، لان جه حسب الاريا، ما هو 3.5 اكبر من زيرو، يدخل هنا يخلص وخلاص يترك الالس. ما هو في حاجة من الاتنين، يا ينفذ الاف يا ينفذ الالس. لو جينا جربنا مرة تانية ودخلنا نصف القطر بالسالب، قلت له سالب 6، قال لك نيجاتيف انبوت. ليه؟ عايز تتأكد؟ جرب. لو حطيت لي هنا سالب 6، هل سالب 6 اكبر من زيرو؟ فولس. طب فولس يعمل ايه؟ يحمل على ديسكيب وبعدين يروح في الالس، ينفذ كل ما داخل الالس اللي هو يطبع لك كلمة نيجاتيف انبوت. تمام. اذا دي اللي هي الحالة التانية من اف اللي بيسموها اف الس ستيتمنت. طبعا ده مثال شهير جدا، ان انا عايز ادخل درجة للطالب واشوف هو جايب ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا اف حسب الرينج. اذا كان السكور اكبر من او يساوي 90 اكيد هيطبع له ايه. الس معناه ايه بقى؟ ان الرقم ده اقل من 90، بس اقل من 90 ربما يكون من 80 ل 90 او من 70 ل 80، يعني في كذا حالة. فانت هنا لما تيجي تشوفها كده بالشكل ده، لو انا قلت لك طبعا دي بيسموها مالتي وي اف الس ستيتمنت، اما اجي اقول لك هنا ايه، دخل درجة للطالب سكور، اذا السكور اكبر من يساوي زيرو معناه ان هو رقم في التسعينات، فلو كان ترو الجريد هيكون ايه. فولس معناه ايه بقى؟ ناخد بالنا من دي يا جماعة، فولس معناها ايه؟ هو عكس اكبر من او يساوي، عكس اكبر من يساوي معناها اقل من 90. ما هو طالما دخل في فولس يبقى الرقم لا هو 90 ولا هو اكبر من 90، يبقى هو اكيد اقل من 90 باي ديفولت. لو دخل في الفولس يبقى اقل من 90. وجيت قلت له اف تانية، اف تانية زادت الشرط المنطقي، اذا كان السكور اكبر من او يساوي 80 زائد ان هو اقل من 90، ما هو دخل هنا يبقى الحالة دي موجودة وبلس معاها كمان شرطا هكتبه. اذا معناها من 80 لاقل من 90 اطبع لي بي، طبعا بي معناها هيطلع. طب لو كان فولس، فولس معناه ايه؟ هو عكس اكبر من او يساوي 80، اقل من 80، اقل من 80. وقلت له واذا في الحالة دي كمان اكبر من او يساوي 70 اطبع لي سي. طب فولس معناه اقل من 70، اقل من 70 واكبر من او يساوي 60 اطبع لي دي. دي بقى الاخيرة معناها اقل من 60، اقل من 60 بيبقوا كلهم فيل او راسب، فانا على طول بطبع مش محتاج احط اف، صح؟ يبقى انت عندك هنا ايه، بيدخل المسار الاول او يجي يعمل شرط تحت منه في الالس وهكذا. طبعا دي بنسميها مالتي الترناتيف اف ستيتمنت، او ساعات بيسموها مالتي وي. فالمثال ده عايزين نكتبه اللي هو ايه، ان انا عايز ادخل درجة الطالب واشوف هو جايب ايه ولا بي ولا سي ولا دي. طبعا ده لازم اعمل اف. فاول خطوة هو طبعا نفس الكود هنشتغل عليه، قلنا الخطوات كلها تعريف اوبجكت وعمل ربط وهاجة. هنا هعرف متغير اسمه سكور، السكور اللي هندخل في درجة الطالب، اما اقول له هنا انتر سكور. تمام. السكور كفاريبل اليوزر هيدخل في قيمة، هاجي اقول له هنا اذا كان السكور اكبر من او يساوي 90. تمام. اذا السكور اكبر من او يساوي 90 يعني هو رقم 90 وفيما فوق، يعني باي ديفولت اقل من 100، هاجي اطبع له هنا ايه، اقول له كده اطبع لي ان هو معدله عنده جريد A، صح؟ ده اذا كان اكبر من او يساوي 90. else معناه ايه بقى؟ باي ديفولت اوتوماتيك على فكره، else معناها ان هو اقل من 90، بتتفهم كده على فكره، عكس الاكبر من او يساوي اقل من. في ناس بتتوه في العكس ديت، اكبر من او تساوي عكسها اقل من، اقل من او تساوي عكسها اكبر من، اكبر من عكسها اقل من او يساوي، اقل من عكسها اكبر من او يساوي. تمام. عكس يساوي لا يساوي. انا بقول له اذا كان السكور اكبر من او يساوي 90 اطبع ايه، else معناه انه اقل من 90. هو اقل من 90 كلهم زي بعض ولا في اختلاف؟ لا. وهاجي اقول له هنا هو اقل من 90 اف، واذا كان السكور ده اكبر من او يساوي 80. لاحظ ان else
مع اف يعتبر فيه شرطين، شرط انت كاتبه وشرط جاي اوتوماتيك عن طريق ان انت دخلت في الالس. يعمل ايه؟ يطبع لي هنا ان المعدل بتاعه بي. اجي انا اكرر نفس ده واجي تحت كده واحط له، بس حاول تخلي الكلام متناسق بالشكل ده عشان يتفهم ان هو لما دخل في الالس تحتها لا اف، اذا السكور اكبر من او يساوي 70 اطبع له سي. طيب اكرر ده، واذا كان عكس، خلي بالك ان الالس ديت تبع مين؟ تبع اخر اف اللي دي. عكس اكبر من او يساوي 70 اقل من 70 واكبر من او يساوي 60 اطبع له دي، صح؟ طيب هنا بقى انا بقول الس يعني ايه؟ كل اللي تحت الستين كلهم زي بعض، فمش محتاج ان انا احط لها اف، هقول له اطبع لي اف او في، صح؟ اطبع لي اف او في. يبقى تاني فوق اف في التسعينات، إلس معناه أقل، أقل وفي احتمالات تانية، فأنا حطيت له إف. لازم ناخد بالنا إن الإف دي مع الإلس هيكون شرطين، أكبر من أو يساوي 80، صح؟ أند إيه بقى؟ وأقل من 90. اتفهمت إزاي؟ ما هو دخل في الإلس يعمل إيه؟ طالما دخل في الإلس وزيادة عليها أكبر من أو يساوي 80، لو قلت له كليك يمين رام فايل هيجي يقول لي دخل رقم للطلب او دخل سكور. لو قلت له مثلا 95 قال لي المعدل ايه. لو عملت كليك مرة تانية او شغلت من هنا كده قلت له تيست، قلت له مثلا السكور 50 قال لي فين، صح؟ طيب انت ملاحظ ان الاف دي مرتبطة بالالس اللي قبلها كلهم بنفس الآلية كده، نعمل ايه؟ قال لك ممكن تكتبها بالشكل ده، تخليها اف الس كده خلاص. ما هم يعني انت ممكن تعمل الستايل ده لان انت ملاحظ ان هم كلهم مرتبطين ببعض، صح؟ فانا ممكن اخليها بالشكل ده، يعني ده شكل ممكن تشتغل بيه خلاص. يبقى احنا ممكن نشتغل بالترتيب ده نفس الكلام، يعني ده يعني انت عايز تنزل بنفس الليفل او بنفس الايه الشكل. طبعا ممكن احرك الكلام على الشمال بالشكل كده، يعني انت عندك اذا كان في مجموعة حالات مرتبطة ببعضها بكتب اف الس اف الس اف الس اف، لذلك تسمى مالتي واي. نفس الفكرة بالظبط. طبعا لما باجي اشغل ده اول حاجة بيجي يشوف السكور، اذا افترضنا ان السكور 70 هل 70 اكبر من 90؟ لا، الكونديشن فولس، فيعمل ايه؟ فيدخل على الالس اف، هل السكور اكبر من 80؟ لا، الكونديشن فولس. ده كمثال يعني، وحاليا بيعمل تيست. نيجي هنا هل ال 70 اكبر من او تساوي 70؟ يدخل يطبع لك سي. هل ينزل هنا؟ لا، ما خلاص ما هو بيدخل حالة واحدة، ما عادش ينفع يدخل الالس لان السكور هو ليس اكبر من 60. واحد يقول لي ما هو اكبر من 60، بس هو لما دخل كيس واحده ما بيكملش، هو بيختار مسار بيبدا من فوق لتحت، يعني دايما بيبدا كده. وشوف المسار اللي هيدخله، هو حاليا دخل هنا ما عادش ينفع يكمل ده خلاص، ما ينفعش يكمل، هو المسار اللي بيدخل فيه اما بيكون الكونديشن عندك ترو خلاص ده اللي هيتنفذ، تمام؟ يعني هو لما دخل هنا طبع لي سي وعلى طول اتحرك لتحت، تحت يعني افرض كان هنا في اوامر اطبع اسمك اطبع عنوانك، بيكمل بقيه الكود. السلايد ده فيه معلومه مهمه جدا بتفيد خاصه في اسئله الاوبه في الامتحان، ممكن يجيب لك كود زي كده يقول لك ايه هو الاوبه. كل else matches مرتبطه ب the most recent if، يعني لما تيجي تشوف else تربطها دايما باخر if قبلها على طول، تمام؟ فانا عندي هنا، خلينا نبص الاول على اليمين، اي بواحد جي باتنين، هل واحد اكبر من اتنين؟ فولس. فولس معناه ايه؟ يدخل في الاف؟ لا، ما يدخلش هنا. واحد يقول لي يخش في الالس، هو سؤال بقى، هي الالس دي مرتبطه بالاف الاولى ولا بالاف اللي قبلها؟ هو بقول لك مرتبطه بموست ريسنت، يعني الالس دي
تابعة للإف، يعني ده كله على بعضه كده يعتبر جملة واحدة. واحد يقول لي هنا مش كاتب قوس، ما هو مش حاطط قوس، بس الإف بالإلس تعتبر على بعضها كده إيه، تعتبر دي بلوك، تمام، دي تعتبر بلوك. فلذلك هو لما الكونديشن فولس ما دخلش هنا، فما فيش اوتبوت اصلا. لو انا جبت لك الشكل ده كده، اما هو حرك الالس شويه على الشمال خلاها تحت الاف، ماشي، ده شكل، انما ده لا يؤثر على قواعد اللغه ان كل الس مرتبطه باخر اف قبلها، يعني ديت اف مع الس، فبيعتبرهم بلوك واحد. يدخلهم امتى بقى؟ لو جيت قلت لك مثلا ايه، يعني خلي دي كده اقل من، هل واحد اقل من اتنين؟ اقل، ترو، فيدخل بقى هنا. هل اي اكبر من كي؟ اي اللي هي بواحد وكي بالتلاتة، صح؟ هنا الكونديشن فولس، ده فولس صح؟ هل واحد اكبر من تلاتة؟ لا، يسيب الاف يروح للالس يطبع البي، ما هو يا يدخل في الاف دي يا الالس، بس امتى؟ الاول لازم يكون الكونديشن الاول ترو، هو كان هيكون ترو اذا انا افترضت دي اقل من، كمثال يعني. ذلك اما تيجي تكتب كود حاول تنسقه انك تخلي الالس مرتبطه بالاف اللي قبلها، انت عايز دي تبع دي، صح؟ ده مهم جدا في ترتيب شكل الكود. طب لو جينا عدلنا شويه في الكود، طبعا في الحاله اللي فاتت قلنا مفيش حاجه هتطبع، قال لك nothing is printed، ليه؟ لان الالس مرتبطه باخر اف قبلها، هو مش هيدخل الاف اصلا لان اول كونديشن فولس. طب لو جينا عدلنا شويه في الكود، قلنا اي بواحد جي باتنين كي بتلاتة، عوض كده بالاي بواحد والجي باتنين، هل واحد اكبر من اتنين؟ فولس. بس في نقطة بقى، فولس معناه ايه؟ يترك القوس ده مع النهاية بتاعته، كل الاوامر دي هيسيبها ليه؟ لان ديت الحالة، حالة الترو. اذا كان الكونديشن ترو يدخل ينفذ اللي داخل القوس ايا مكان، هو اف او غيره او امر او 20، اذا ده معناه ان الالس مرتبطة بالاف الاولى مش بالاف اللي قبلها. وجود القوس من فوق وتحت عزل الاف ديت، خلاها مش مرتبطة بالالس، يعني اصبحت في اف تحت حالة الترو، وتحت الالس للاف الاولى هطبع البي. هنا الاوبت هيكون بي، ليه؟ لان الكونديشن فولس والقوس ده هيتركه، هيعمل له اسكيب، صح؟ فيروح الالس، ما هو ده معناه ان انت ربطت الس بالاف الاولى. يعني وجود البارانثيسيس او القوس او البريسس دي تفرق جدا في الحاله دي. طب هنا بدي لي مثال على بعض الايرورز او الاخطاء اللي ممكن تشوفها. الادينج سيم كولون، انك تحط سيم كولون في نهايه الاف، at the end of an if close، معناها ان ده ممكن يكون رونج او خطا. هو ده خطا ممكن يخلي الكود يشتغل، بس يعني في نقطه هنا، وجود السيم كولون معناه ان الاف ديت مش موجوده، يعني ده معناه ان هو لغى الامر ده. وجود السيم كولون معناه ان ده، تخيله، غير موجود. طيب هنا الاوامر ديت، الاوامر دي اصبحت ملهاش علاقه بالاف، فهتشتغل في كل الحالات، الكونديشن ترو، الكونديشن فولس. انت وجود السيما كولون عزلت الاف نهائيا، خليت امر بلا داعي، تمام. قال this mistake، الخطا ده is hard to find، يعني انت في صعوبه انك تجده، انت كده ما عندكش compilation error، ما عندكش خطا في الكود، ولكن ده يسمى لوجيك. يعني ايه لوجيك؟ ان البرنامج شغال ولكن بيشتغل بعدم منطقيه، الاوتبوت غير اللي انا عايزه، انا عايز الاوتبوت يطلع اذا الايه نصف القطر موجب، انما لو سالب ليه يطبع نصف القطر؟ فانا كده خليت الاوامر دي هتنفذ في كل الحالات، صح؟ فده خطا يسمى لوجيك ايرو. يعني انت لو جيت في الاف، يعني لو جيت مثلا في الاف دي وحطيت هنا سيمي كولون، دي معناه ايه بقى؟ طبعا بس ده ينفع في حالات ما فيهاش الس، حتى وهنا اداني خطا. لو انا حطيت هنا اف وهلغي الالس عشان ما اديش خطا، ده معناه ان الامر ده مش مرتبط بالاف دي خالص، مش مرتبط. يعني انت لو قلت له كده دخل رقم مثلا في السبعينات 75، خلي بالك شوف طبع سي دي اف، ليه بقى؟ 75 دخل هنا طبع لي بي، وبعدين تاني 75 طبع لي بي او سي،
لان الرقم اكبر من 75 طبع سي. كي هنا لا ايه، لا ان في سيمي كولون. ايوه ايه المشكله؟ وجود السيمي كولون مع ان هو خلص طبع السي معناه ان ده امر غير موجود كله، فيطبع الدي، والال طبعا انا وقفتها فيطبع للاف. يعني السيمي كولون ديت وقفت السيمي كولون دي، سوري، وقفت الاف خالص، فده امر اصبح ملوش علاقه بالاف اللي فوق ولا الامر ده. يعني السيمي كولون بتوقف الاف، تمام، بس ما ينفعش يكون في إلس الا لو لازم يكون اف قبلها شغال. في السلايد ده مديني تلميح ومديني تحذير. اول تلميح كويس، يعني بيفيدك ان انت بتختصر الكود ازاي. انا عايز اقول اذا الرقم باقي القسم على 2 يساوي 0 حط لي ترو في متغير اسمه ايفن، إلس حط لي فولس. يعني انت كتبت اف في حاله تحقق الشرط، فالبوليان ده يتحط فيه ترو، إلس يتحط فيه فولس. لما ممكن اختصرها ازاي؟ ان انا اجي اعرف متغير اسمه ايفن واقول نتيجة او قيمة المتغير تساوي ايه بقى كده. لو قلت لك في متغير اسمه ايفن تساوي الرقم اللي هو ان باقي القسمة على 2، اذا كانت نتيجة، هات لي نتيجة القسمة على 2 هل تساوي 0 او لا. هنا في كم يساوي 2، معناها ايه هل يساوي؟ يعني معناها قارن نتيجة القسم على 2، قارنها مع الزيرو. اذا كانوا زي بعض فالكونديشن ده هيجيب لي ترو فيحط لي هنا ترو، لو اختلفوا فالكونديشن هيجيب لي فولس فيحط لي هنا فولس. يعني ممكن اكتب الشرط واخد نتيجته بس اخزنها في متغير بوليان، لان الكونديشن ده كونديشن، ده شرط، نتيجته بتكون ترو فولس فقط، تمام. اما التحذير بقى اللي مديهولي اللي هنا ايه، اذا كان الرقم if even يساوي ترو، ده معناه ايه؟ اذا المتغير البوليان قيمته تساوي ترو اطبع لي كده it's even، ماشي، رسالة. وايه اللي هنا if even؟ ايه اللي انا استفدته هنا؟ ان انا ممكن اكتب if even equal true، المتغير البوليان ممكن اكتب اسمه فقط. اسمه فقط معناه ايه؟ اختصار. يعني انت ممكن تكتب اسمه فقط الشكل ده equivalent يكافئ ده. المتغيرات البوليان يا جماعة في الاف ممكن اكتب، لو انت عايز تقول ان المتغير اكس هل يساوي ترو، هل يساوي ترو، ممكن تشيل دي وتكتب بس اكس. يعني الكلام ده هو مختصر بالشكل ده. في مثال عندنا ولكنه ضخم شوية، بقول هنا ايه، رايت بروجرام، اكتب برنامج راندوملي جنريتس تو سنجل ديجيت انتجرز. انا عايز البرنامج يطلع رقمين سنجل ديجيت، يعني يقصد هو رقم خانة واحدة بس، يعني من 0 ل 9 خانة الأحاد، تمام. أنا عايز البرنامج هو اللي يولد الرقمين، هسميهم نمبر 1 ونمبر 2. طيب وعايز اليوزر يدخل رقم، هل الرقم اللي اليوزر هيدخله يساوي الفرق بين الرقمين أو لا؟ أنا عايز هنا ديسبلاي أعرض كويشن، أعرض سؤال قدام الإيه المستخدم، يعني البرنامج هيدخل او هيولد رقمين n1 وn2. مين اللي دخل دولت؟ البرنامج هو اللي طلعهم من عنده عن طريق الكود. هاجي اسالك الفرق بينهم كام، انت هتيجي تقول لي مثلا 4، لو كان هنا 7 ناقص 3 فالنتيجه 4. اذا الرقم اللي الكمبيوتر طلعه كان 4 وانت دخلت 4 فالنتيجه هتكون صح، فانت هنا خمنت، طبعا دي كانها جيم، خمنت بشكل صحيح. اما لو الفرق بينهم مختلف، يعني انت لو اقترحت 4 والنتيجه كانت 2 او العكس غلط. كسؤال مثلا ما اقول لك 9 ناقص 2 النتيجه 7، هل انت هتجيب 7 فعلا ولا لا؟ يبقى انا هنا after the student type the answer، البرنامج display user the answer is correct او لا. المطلوب اما يقول لك create program randomly، يعني انا عايز كود يطلع رقمين single digit، يعني معناها رقم من 0 ل 9 رقم الاحد بس، هسميهم نمبر 1 نمبر 2، تمام. ودايما الرقم الاول لازم يكون اكبر من الثاني، ده اخلي دي شويه. display question تعرض سؤال عشان تقول له هات لي subtraction، subtraction يعني الفرق بينه. اذا الطالب او الستودنت دخل الفرق بالشكل الصحيح خلاص، يبقى انت هتبعت له رساله اقول له مثلا هنا ايه your answer correct.
اما لو دخل لي الفرق غلط هقول له your answer is wrong. يعني اعمل ده ازاي؟ اول حاجة انا هنا مش محتاج السكانر، هوقفه شوية. انا عايز اعرف رقمي انتجر، وايه اللي انتجر سنجل ديجيت؟ الاولاني اسمه نمبر 1 كوما، والتاني اسمه نمبر 2. الرقمين دولت مين اللي يجيب ارقامهم البرنامج ازاي؟ نمبر 1 يساوي في كلاس اسمه math، في دالة اسمها random بتجيب له رقم من 0 لواحد. بس بتجيب له رقم عشري، يعني ممكن تجيب لك مثلا 2 من 10. طب انا عايزه رقم انتجر، اضرب ده في 10، ايه اللي يحصل له؟ هيكون 2.0. الرقم لما انضرب في 10 نفترض كان 21%، هيكون 2.1. المهم الضرب في 10 خلى البوينت تاخد شيفت الى اليمين، صح؟ فاصبح 2 وكسر. طب انا عايز الغي الكسر، تعمل له كاستنج ازاي؟ الاول طلع رقم عشوائي اضربه في 10، الرقم العشوائي ده هاجي اقول له كده اعمل له حاجه اسمها كاستنج، حوله الى انتجر. ليه بحوله الى انتجر؟ عشان اشيل البوينت اللي موجوده فيه. كده انت طلعت رقم عشوائي ثم ضربته في 10، ده اللي راندوم بتجيب رقم من 0 لواحد بس. اضربه في 10 اصبح ان هو رقم قبل العلامه العشريه على الشمال والباقي على اليمين. انتجر معناها هات لي الجزء الصحيح منه بس. نفس الكلام ده هعمله مع نمبر 2. كده انا جبت رقمين نمبر 1 ونمبر 2. طيب مين اللي جابهم؟ البرنامج. هاجي انا اسالك، هاجي اقول لك انتر انسر. تخمينك انت للرقم الفرق بينهم كام؟ البرنامج بيجيب من 0 ل 9، ف 9 مثلا ناقص 5 4، يعني انت عندك من 0 ل 9 الفرق بينهم كام يا جماعه؟ 9 ناقص 0 ب 9، ولو كانوا 9 ناقص 8 هتكون بكام؟ ب 1. يعني انت بتخمن ارقام من 1 الى 9، ما هو الاجابه هتكون من 1 ل 9، لان الحالات اللي ممكن تحصل ايه؟ 9 ناقص 0 فالنتيجه 9، او 9 ناقص 8 فالنتيجه 1. فانت هتدخل رقم من دول على سن الفرق بينهم اكيد من 1 ل 9، صح؟ هقول لك هنا انتر انسر، فانا هاجي اعرف فاريبل اسمه انسر نوع انتجر، اللي هو ايه بقى؟ تخمينك انت عن الفرق ما بين الرقمين. نيكست انتجر، اليوزر هيجي دخل لي رقم صحيح اللي هو توقعه عن، انا كده بقى محتاج اشغل الاسكان، عن توقعه للفرق ما بين الرقمين اللي ولدهم الكمبيوتر. هاجي انا احط له اف. اذا كان الانسر او اجابتك تساوي مين؟ تساوي نمبر 1 ناقص نمبر 2، مش انا باجي احسب الفرق بينهم؟ هل الفرق بين الرقمين اللي الكمبيوتر جابهم، يعني الفرق بين دولت هو نفس اللي انت خمنته؟ اذا كان كده هطبع لك كلمة correct answer، تمام؟ ولو خطأ هطبع لك ايه بقى في الالس؟ wrong answer. هشغل الالس طبعا، انا بقول له اف. اذا اليوزر دخل رقم وكان الرقم ده يساوي الفرق ما بين الرقمين اللي ولدهم الكمبيوتر عن طريق اللي ماس راندوم، الس معناها هطبع لك هنا ايه؟ wrong answer، تمام؟ لو انا جيت اجرب ده، طب هي هنا ليه مدي خطأ؟ لان الاف كان اخرها سيمي كولون. كليك يمين ران فايل، هو كده الكمبيوتر طلع خلاص رقمين لان هو شغل الامرين دول. انا دخلت مثلا 5 اعمل له رونج، واحد يقول لي انا اعرف ازاي؟ انت ممكن تعمل حاجه تساعدك في فكره زي دي، انك تطبع الارقام اللي طلعهم الكمبيوتر. يعني انت ممكن تيجي تطبع لنفسك انت وانت بتعمل تيست، تقول له كده اطبع لي نمبر 1 زائد ثم كوما كده، وهاجي اقول له اطبع لي نمبر 2. انا ليه بعمل كده؟ عشان بس اوريك الكمبيوتر هيطلع ايه. الكمبيوتر طلع 0 و0 0 و0. لو دخلت كام؟ 0. قال لي كوريكت. لو عملت كليك مره تانية طلع لي 0 و0. يبقى كده بقى اكيد في مشكله. ليه؟ ده اللي ترند بتجيب رقم من 0 الى 1، بس انا المفروض احط هنا قوس كده. ايه الفرق اللي حصل؟ خليني اشرحها لك تاني. ماس دوت راند
جابت رقم بالبوينت، تمام زي كده. ما هو الرقم يبدأ من زيرو وآخره، آخره كام؟ بوينت أو آخره واحد، تمام. طيب الرقم اللي جه ده أنت هتعمل تحويل للرقم ده ولا لنتيجة الضرب؟ لنتيجة الضرب. يعني الرقم ده لما انضرب في 10، يعني مثلا لو كان هنا 1 من 10 فهيكون 1.0. طيب يبقى أنا هنا إيه الصح؟ الصح إن أنا أضرب الاتنين في بعض الأول ثم أعمل تحويل لإنتجر. دي تفرق، تضرب الاتنين في بعض، يعني الرقم اللي طالع اضربه في 10 خليه يكون رقم بوينت، ثم تشيل الجزء اللي بعد العلامة عن طريق الكاستنج. يعني الكاستنج هتتم بعد الضرب. عملت كليك يمين هيجيب لي رقمين 9 و2 مثلا. انا لو دخلت 7 قال لي كوريكت انسر، لو جربت مرة تانية 3 و1، دخلت مثلا 2، لو جربت مرة تالتة كل مرة بيطلع ارقام مختلفة، دخلت له التلاتة صح. كل ما بتعمل تيست هنا بقى في مشكلة، جاب لي الاولاني صغير عن التاني. 1 من 7 يعني ايه؟ يعني -6، بس انا هدخل رقم موجب. هرجع لديها هحل المشكلة، بس الاول ماس راندم بتجيب رقم من 0 لـ1 اضربه في 10. ليه؟ عشان اشيل اخليه يطلع 1 ديجيت. هو الرقم طبعا اللي بيجي بالظبط بيكون حدوده من 0 الى 0.99، تمام. يعني مش 1 بالظبط، هو بيكون من 0 99. لو ده انضرب في 10 هيكون 9.9 صح. طب انا عايز الغي دي، يبقى الاول تضرب في 10 تمام، فيتحول الى الشكل ده. تيجي عايز تشيل ده تقوم عامل له انتجر كده. يعني انتجر دي بتعمل لي كاستنج، بتلغي البوينت، بس الاول بضرب دول في بعض. لو احنا شلنا القوس ده تفرق في الإجابة ازاي بقى؟ كان هياخد ده يعمل له كاستنج. يعني لو كان 9 من 10 عملت لها كاستنج انتجر، هيشيل البوينت فهتكون 0. لو شلت القوس كان التحويل هيتم على الرقم ده، وطبعا الرقم ده كان دايما أقل من 0 فكان هيحولها 0. فالأول أضرب. نيجي بقى للمشكلة التانية اللي ظهرت، احتمال يكون الرقم الأولاني أصغر من التاني. أنا عايز دايما الفرق بينهم بالموجب. وإيه اللي دايما إيه في السؤال؟ دايما في السؤال إن رقم نمبر 1 أكبر من أو يساوي نمبر 2. يعني ليه؟ عشان لما يجي سؤال قدام اليوزر يكون الفرق بينهم بالموجب. هعمل فكرة مهمة، حاجة اسمها سؤال، هقول له إذا كان الرقم الأولاني أقل من الرقم التاني تعمل إيه؟ تبدل بينهم. تبدل بينهم إزاي؟ لو افترضنا ان الرقم الاولاني كان بـ1 والرقم التاني كان بـ7، هجيب الـ7 هنا والـ1 هنا. اعمل دي ازاي؟ ان انا اجيب متغير تالت اسمه تي او تم، حاجة تالتة. الخطوة الاولى اجيب الـ1 هنا، الخطوة التانية احرك ده لفوق، التالتة اجيب التم كده. بتجيب وعاء فاضي تنقل فيه الرقم الاولاني فاصبح ان هنا 1 صح، ثم الرقم التاني تحطه في الاولاني فالواحد تتحول لـ7، والتم بتجيبه في الان 2 فالـ7 تحول لـ1. دي طريقة الاستبدال، ان انا اجي اعرف متغير تالت اسمه تي او تم، اقوله ان هو يساوي n1. خد بالك بقى من الشكل، n1 حطيتها في التي، وn1 تساوي n2، شوف الترتيب، وان 2 تساوي التي، تمام. طبعا هو المتغير اسمه نمبر 1، يعني دايما كده تي يساوي نمبر 1 ونمبر 1 يساوي نمبر 2، التسلسل اصلا بتاعها دايما ثابت، ونمبر 2 يساوي تي. في اي حاله هيكون الرقم الاولاني اصغر من الثاني هيبدل بينهم، يعني دايما الاول هيكون في نمبر 1 والصغير في نمبر 2، عشان كل مرة ما تيجي تعمل تيست انت مطالب تدخل رقم موجب. 3 ناقص 1 انت هتقول لي مثلا 2. طبعا انا كنت بطبع الرقمين عشان بس اوريك البرنامج هيشتغل ازاي، يعني ده انا هشيله طبعا، عشان كل مرة ما تيجي انت تعمل تيست هيجي يسألك انتر انسر، البرنامج ولد رقمين،
انت تخيلك الفرق بينهم كام؟ هو رقم من 1 لـ9، لو دخلت 9 ممكن يقول لك كوريكت. انت طبعا عايز تطبع الاجابه اللي اليوزر يطبعها له، اللي هي قصدي الارقام الاصليه. ممكن اجي اطبع له الارقام الاصليه بعد ما اخلص، زي هنا كده ان هو قام قايل له رونج، وطبع له نمبر 1 ونمبر 2 وطبع له الفرق بينهم. يعني لو عايز تزود، يعني ممكن في حاله الفولس اقول له رونج انسر واطبع له نمبر 1 ونمبر 2 عشان اعرفه الارقام اللي كانت مولده عن طريق الكمبيوتر كام. طيب في مثال تاني، ده مثال يعني اهم من اللي شرحناه شويه، لان اللي شرحناه اكبر. هنا حاجه اسمها بادي ماس اندكس، اللي هو بي ام اي. ده عباره عن ميجر، قياس بيستخدم عشان تعرف الشخص ده وزنه في الطبيعي ولا تحت الطبيعي ولا فوق الطبيعي. قال ان هو كالكوليتد، هو عباره عن معادله. المعادله اللي يهمني ايه؟ قال لك ان البي ام اي هو عباره عن ايه، هو الوزن ان كيلو جرام، وزنك بالكيلو ديفايدنج باي، بتقسمه على سكوير اوف يور هايت. يعني بدل ما يكتب القانون وزنك على الهايت اس 2، تمام، وزنك على الهايت اس 2، ده قانون بيجيب حاجه اسمها البي ام اي. طيب ايه المشكله لما اجيب البي ام اي؟ اذا كان الرقم ده اقل من 18.5 يبقى ده شخص اندر ويت، تحت الوزن الطبيعي. إذا كان الرقم ده أكبر من أو يساوي 18.5 وأقل من 25 يبقى أنت في النورمال. إذا كان أكبر من 25 وأقل من 30 يبقى أنت أعلى من الوزن الطبيعي. إذا كان أكبر من 30 يبقى ده شخص وزنه زايد عن الحد. يعني هنا مديلك 4 جمل، كل جملة هتطبع حسب الحالة. يبقى أنا الأول أخلي اليوزر أسأله عن وزنه، تمام، بالكيلوجرام، وأسأله عن طوله بالمتر، بالمتر، تمام، وقاسم ده على ده، ولكن على الطول اس 2. الرقم ده هبدا ادخله في مجموعه من المقارنات، وده سؤال مهم ممكن يجي في الامتحان زيه او نفس الافكار كده. هنيجي نعرف فوق حاجه اسمها ايه، طبعا هنا هضطر اعرف دبل، تمام، دبل متغير اسمه ويت والتاني اسمه هايت. عايزين ندخل الرقمين، هقول هنا ان الوزن يساوي والهايت يساوي. انا عايز اليوزر يدخل طوله ووزنه، هقول هنا انبوت، صح، لازم نفكر دوت نيكست دبل كده. اليوزر دخل ايه؟ وزنه بالكيلوجرام. هاجي اساله مره تانية عن طوله برضو بالكيلو بالايه، بالمتر. بس قلنا قبل كده دايما اي ادخال بيانات لازم يسبقه رسالة. هقول لليوزر هنا انتر ويت، صح، دي رسالة عشان يدخل وزنه، والتاني ده عشان يدخل طوله اللي هو الهايت. عايزين نجيب اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو البي ام اي. البي ام اي ده عبارة عن معادلة، هقول له هنا ان البي ام اي متغير دبل، صح، اللي هو البادي ماس اندكس. بي ام اي يساوي ايه بقى؟ يساوي الويت على مين؟ على الهايت. ما هو الهايت تربيع، يعني الهايت ضرب نفسه، صح كده، انت جبت البي ام اي، تمام. نيجي بقى نعمل اف. هنا بقى عندنا كام اف؟ 1 2 3، والرابعة تبقى إلس. اذا الرقم اقل من 18.5، إلس اف إلس اف إلس، تبدأ من تحت لفوق او فوق لتحت. انا هاجي اقول له هنا اذا كان البي ام اي اقل من 18.5، صح، اذا اقل من 18.5 هطبع له كلمه اندر ويت. اقول له هنا كده اطبع لي كلمه اندر ويت، ان هو شخص تحت الوزن الطبيعي. اللي تحت 18.5 ده حاله. طيب لو ما كانش تحت 18.5 يعني كام؟ يعني 18.5 ممكن إلى 25، أو ممكن من 25 إلى 30. هنا في 3 حالات، فلازم تعمل else if، لازم أنا تقول له if. هو كل الناس اللي فوق 18.5 زي بعض ولا في اختلاف؟ لا، ربما يكون 18.5 صح، وكمان إيه،
وأقل من أو يساوي 25. تاني، هو أولا أنا مش لازم أكتب الشرطين دول، أنا ممكن أكتب واحد بس. أنا بقول هنا إيه، إذا كان الشخص أقل من 18.5 أطباع الأندر ويت، إلس إف معناه إيه بقى؟ إلس إف معناها إن هو دخل في الإلس، يبقى أكيد باي ديفولت أكبر من أو يساوي 18.5 من غير ما أكتبها. طالما دخل هنا يبقى عكس ده، عكسها يعني أكبر من أو يساوي 18.5 زائدا عليها، وإذا كان أقل من 25. يعني أقل من 25 زائد إن هو في الإلس يعني 18.5، هطبع له هنا كلمة إيه؟ نورمال. ده اللي هو الوزن الطبيعي. طيب هاجي أعمل إلس إف تاني. إلس دي معنى إيه؟ طالما هو ليس أقل من 25 يبقى إيه يا جماعة؟ يبقى 25 وطالع، 25 وفوق، وإذا كان أقل من كام؟ وأقل من 30. إذا كان أقل من 30 ولأنه في الإلس وكمان أكبر من أو يساوي 25، اطبع لكلمة أوفر ويت. أوفر ويت يعني فوق الوزن الطبيعي، تمام. إلس الأخيرة معناه إيه؟ معناها عكس الحالة السابقة. إيه هو عكس أقل من 30؟ باي ديفولت أكبر من أو يساوي 30. هل لازم أكتبها؟ لأ، ما هو أنا بقول لك إف دي اللي هي أقل من 30، لو أقل من 30 وطبعا أكيد أكبر من أو يساوي 25 يطبع الأوفر ويت. إلس معناه إن هو، ناخد بالنا إن هو إيه؟ عكس أقل من 30 يبقى أكبر من أو يساوي 30، هطبع لآخر حالة اللي هو وزنه زائد جدا، تمام، اللي هي أوبس دي. فأنا هطبع له الكلمة اللي هو عايزها. يبقى إحنا كده حطينا كل الكيسز. يبقى في نقطة هنا، أول حاجة عرفنا تو فاريبل، اليوزر دخل الطول والوزن، وبعدين حطينا إف إذا أقل من 18.5، قلنا إلس معناها ان هو اكبر من او يساوي 18.5، وضفنا ان هو اقل من 25، ودي معناه ان هو اكبر من او يساوي 25 واقل من 30، ودي معناها اللي هو الاوبيز اللي هو اكبر من او يساوي 30، اللي هي عكس الحاله السابقه. بس في مشكله في الكود ده، هو دايما بينفذ القسم قبل الضرب. هو هيقسم الوزن على الطول صح الاول على الطول ده، فلازم اخلي المقام موجود في قوس. ليه؟ عشان الاول يجيب الطول اس 2 كده افضل. لازم الاول يضرب الطول في نفسه عشان يقسم الوزن على الطول اس 2. لو انت شلت القوس كان هيقسم الايه الوزن على الهايت، ثم ياخد النتيجه يضرب النتيجه في هايت. غلط. كليك يمين كده ران فاي. لو واحد افتراض وزنه 80 كيلو وطوله، لازم اكتب 1 بوينت طوله بالمتر 1.85. يقول لك ان هو في النورمال. لو عملت كليك يمين ودخلنا مثلا واحد طوله 85 وطوله 1.6، قال لك ان هو بدين جدا ليه اوبيز. فعلى حسب كل داتا هتدخلها هيجيب لك ان الايه الاوتبوت. اذا ده سؤال مهم. هنتكلم بعد كده عن حاجه اسمها لوجيكال اوبريتور. احنا في الاول اتكلمنا عن الكومباريزون اللي هي اكبر من واقل من ولا يساوي، هل يساوي، دي تسمى كومباريزون او الريليشنال، بتقارن ما بين ارقام. اللوجيكال بتقارن ما بين ترو فولس، يعني الطرف الايمن والايسر بيكونوا مقارنات ما بين ترو فولس. طبعا عندي اربعه، في اوبريتور اسمه نوت يسمى لوجيكال نيجيشن، في اتنين كده معناها علامه الاند او لوجيكال كونجكشن، وفي اتنين خطين اسمها اور او لوجيكال ديسجكشن، وفي اكسكلوسيف اور تسمى لوجيكال انكلوجن. هنشرح الاول النفي. اولا ده الترو ستيبل لحاجه اسمها النوت او النيجيشن، عكس الترو فولس، وعكس الفولس الترو. عكس الترو فولس اما احط لك قيمه بترو اجي اعمل لها نفي تبقى فولس. كمثال الايج او العمر ب 24، الوزن 140. السؤال هو ده نتيجه ده ايه يا جماعه؟ الايج ب 24، هل 24 أكبر من 18؟ طبعا كله يقول لي ترو، بس لما يكون الترو قبلها علامة النفي فالنتيجة هتكون فولس، صح؟
لان ده اساسا كان ترو، نفي ترو فولس، عكس ترو يعني. طب هل الوزن يساوي 150؟ لا، الوزن 140. هل يساوي فولس؟ طب نفي الفولس ايه يا جماعه؟ نفي الفولس هو الترو. اذن النيجيشن انك تجيب العكس. الترو ستيبل للاند. الاند معناه ايه؟ اولا ما بين الفولس والفولس بيجيب الفولس. اذا كان الطرف الاول فولس والتاني فولس فالنتيجه فولس. فولس مع ترو فولس، ترو مع فولس فولس، امال ايه؟ اذا الاثنين ترو فالنتيجه ترو، يعني الاند بتجيب ترو فقط اذا كان الاثنين ترو، الطرفين ترو. تمام. في مثال العمر ب 24 والوزن 140. هنا في جمله شرطيه، هل العمر اقل من 18؟ العمر 24، فالنتيجه فولس. خلينا نكتبها كده فولس. نيجي للتاني، هل الوزن اقل من 140؟ طبعا هنا اند، فالنتيجه فولس. فولس مع فولس اكيد الريزلت هيكون فولس. ليه؟ طالما واحد منهم على الاقل فولس فهنا الاثنين كونديشن في الحاله دي فولس. فولس مع فولس اكيد النتيجه بتكون فولس. خلي بالك ان ايه الكونديشن الاولاني مع الثاني، فولس مع فولس بتكون فولس. نيجي نشوف الحاله الثالثه. مثلا انا عندي هنا الايج بكام؟ ب 24. عوض بيه هنا طبعا، هل 24 اكبر من 18؟ اكيد ده ترو. اند هل الوزن اللي هو 140 اكبر من 140؟ لا، فولس. فولس اند ترو، او ترو اند فولس، ما هي ديت الاثنين دول زي بعض، ترو فولس او فولس مع ترو، فالنتيجه فولس. الاند لازم الاثنين يتحققوا. الحاله الرابعه، هل العمر اكبر من 18؟ اكيد ده بترو. هل الوزن اكبر من او يساوي 18؟ برضه بترو. الاند ما بين اتنين ترو، فالنتيجه هتكون بترو. نيجي للاور. الاور سهله، الاور اذا كان فولس مع فولس فولس، فولس مع ترو او ترو مع فولس النتيجه هتكون ترو، وترو مع ترو برضه هتكون ترو. يعني اور فيها ميزه، اذا لقيت واحد ترو على الاقل التاني مش مهم، فالنتيجه هتكون ترو. اما لو الاثنين فولس فالنتيجه هتكون فولس. مديني هنا مثالين فقط لان خلاص يكفوا. هل العمر اكبر من 34؟ العمر 24، فاول كونديشن فولس. هل الوزن اقل من او يساوي 140؟ الوزن 140 اصلا، بس انا كاتب لك اقل من او يساوي، فده هيكون ترو. في شرطين، الاولاني فولس والتاني ترو، او ترو وفولس، الترتيب مش هتفرق. يعني انا جبت ترو الاول والفولس التاني، ما هي هي فولس مع ترو، النتيجه هتكون ترو. تمام. نيجي هنا، هل العمر اكبر من 14؟ اه، لان العمر هنا افتراضي 24، ده هيكون ترو. هل الوزن اكبر من 150؟ لا، فولس. فولس ليه؟ لان الوزن 140، انا بتكلم على القيمه دي. فولس مع الترو، برضه النتيجه هتكون الترو. يعني الاور لو احد التو كونديشن ترو النتيجه هتكون ترو. امتى هتكون فولس؟ اذا الاثنين فولس. نيجي بقى لايه؟ للاكسكلوسيف اور. الاكسكلوسيف اور بتجيب ترو امتى؟ اذا اختلفوا. فولس مع فولس هتجيب فولس، ترو مع ترو هتجيب فولس. امال امتى هتجيب ترو؟ اذا الاثنين مختلفين، فولس ترو او ترو فولس. تمام. هنا الايج في المثال ب 24، هل 24 اكبر من 34؟ فولس. هل الوزن اكبر من 140؟ فولس. اكسكلوسيف اور ده الرمز بتاعها، تمام، اللي هي العلامه دي. اذا الاثنين فولس او اذا الاثنين ترو فالنتيجه هتكون فولس. هنا ده فولس، ده فولس، وده فولس، صح؟ فالنتيجة هنا هتكون ايه يا جماعة؟ اولا الاولان فولس والتاني فولس، فالنتيجة بتاعتها هتكون فولس. دي المفروض تصحح الى كلمة فولس، صح؟ ده خطأ مش صحيح، ده فولس، لان العمر اكبر من 34 فولس، والوزن اكبر من 140 فولس، فالنتيجة هتكون فولس. نيجي للحالة دي، هل العمر اكبر من 34؟
طبعا العمر 24 فولس. اكسكلوسيف اور، هل الوزن اكبر من او يساوي 140؟ ده هيكون ترو. ترو وفولس مختلفين، نتيجة هتكون ترو. نيجي الحالة التالتة، هل العمر اكبر من 14؟ هتكون بالترو. هل الوزن اكبر من 140؟ فولس. فولس وترو بينهم ترو اكسكلوسيف اور فولس، او فولس اكسكلوسيف اور ترو، الاثنين مختلفين، نتيجة هتكون بالترو. تمام. في بعض الأمثلة زي كده، لنفترض إن احنا عندنا برنامج بيعمل تشيك، هل الرقم ديفيزبل باي 2 يعني بيقبل القسمة على 2 والتلاتة مع بعض زي الستة؟ هل الرقم ده بيقبل القسمة، خلي بالك في الأولين قال لك إيه، هل الرقم بيقبل القسمة على 2 والتلاتة سوا، أو هل بيقبل القسمة على 2 أو تلاتة يعني بيقبل القسمة على واحد منهم، ولا هل الرقم لا بيقبل القسمة على ده ولا ده؟ يعني انا عايز اجرب ثلاث حالات. تمام. الحاله الاولى، انا هفترض عندي رقم، انا عايز اعرف هو بيقبل القسمه على 2 اند التلاتة او لا. تمام. لو انا خدت الكود ده كده جيت اجرب، لو انا جيت هنا وحطيت له كده، انا هفترض انتجر عندي رقم عشان اعمل بتست، رقم مثلا قيمته ب10. السؤال هنا، هل 10 بيقبل القسمة على 2 والتلاتة مع بعض في نفس اللحظة؟ ازاي؟ خليني ألغي الرسالة دي كلها، يعني أو هنا كاتب لك ايه، يطبع لك كلمة is 10، يعني هيطبع لي is 10، أو خليه is 10. هل 10 divisible by 2 and 3، خلي بالك هنا and، ثم جه هنا كتب لي الكونديشن اللي هو ده. أولا أول كونديشن عوض ب10، هل 10 على 2 تساوي 0؟ اكيد ده هيكون بي ترو. اند هل 10 على 3 تساوي 0؟ باقي القسمه يساوي 1، لان 10 على 3، صح، على 3 فرق كام يا جماعه؟ فيها 3، 3 في 3 ب 9، فالمتبقي 1. يعني 10 على 3 الريميندر ب 1 وليس 0، فالكونديشن ده هيكون فولس. ترو اند فولس، النتيجه هتكون فولس، يعني الرقم 10 هو بيقبل قسمة على 2 بس مش التلاتة، يعني ما بيقبلش قسمة على 2 مع بعض. قلت له كليك يمين ران فايل، ايه اللي هنا فولس؟ ليه؟ لان 10 ديفيزبل باي 2 انما التلاتة لا. يعني اند، هل الرقم 10 يقبل قسمة على الرقمين مع بعض او لا؟ في الحالة دي هيجيب لي ايه؟ فولس. لو ده خليته 6، 6 على 2 فيها 0، فالباقي هنا هتكون ترو، وستة على تلاتة فيها زيرو، فهتكون ترو مع ترو، فالنتيجة هتكون ترو، لأن الستة بيقبل قسمة على 2 والتلاتة مع بعض، صح؟ طيب لو حطينا هنا أور، أور يعني إيه؟ أور إن هل الرقم بيقبل القسمة على 2 لوحدها أو التلاتة أو الاتنين، يعني زي 6 أو زي 10، 10 على 2 باقي القسمة على 2 في 0، ده هتكون ترو. 10 على 3 فيها فولس، بس هنا اور. اذا الاولاني ترو او الثاني، فالنتيجه هتكون ترو، ان 10 احد، ان 10 ديفيزبل باي 2 او ديفيزبل باي 3، واحد منهم يكفي، هنا هيجيب لي الترو، صح؟ لان المنطق ان 10 الاثنين احد قواسم ال10، ولكن 3 ليست احد قواسم ال10. الحاله الثالثه اللي ايه بقى؟ اللي هي اكسكلوسيف اور، اللي هي الشيفت وست عشان تكتبها. دي معناه ايه؟ اذا ترو مع فولس او فولس مع ترو يجيب لي الترو. كليك يمين ران فايل برضو جاب لي الترو. ليه جاب الترو؟ لاني 10 باقي القسمه على 2 فيها 0، فده بيجيب 0. هل 0 تساوي 0؟ اكيد النتيجه هتكون هنا الترو. وهنا هل 10 على 3 فيها كام يا جماعه؟ فيها 1، باقي القسمه 1. هل 1 تساوي 0؟ فده هيكون فولس. لما يكون عندك فولس وترو بينهم اكسكلوسيف اور مختلفين، على طول هتكون النتيجه هنا ايه؟ الترو. تمام. ده كان مثال. طيب في بقى كمان اخر حاجتين عندي في الاوبريتور، ان انا اكتب علامه الاند رمز واحد بس، او علامه الاور رمز واحد بس. قال لك ان الاند ايه الفرق بينهم؟
الاتنين اند ايفالويتس فيها ميزة ان انت بتشوف الليفت سايد، اذا كان ترو فانت هتشوف الرايت سايد. ايه الكلام ده؟ يعني ايه اللي انا استفدته لما بكتب اتنين اند؟ ما انا ممكن اكتب واحدة بس. اولا ناخد بالنا مع بعض، اتنين مع بعض معناه ايه؟ ان هو هينفذ ده. اولا ناخد بالنا ان اند امتى يجيب لي ترو؟ اذا ده كان ترو والتاني ده ايه؟ ترو. ده لو كان ده فولس ليه يكمل؟ خلاص النتيجة هتبقى فولس، صح؟ هو ده اللي بيعمله اتنين اند مع بعض. اذا كان ده ترو فممكن يختبر الشرط التاني، اما لو كان ده فولس النتيجة فولس فده مش هيشوفه اصلا، يعني مش هينفذ الجزء التاني من الجملة في حالة الاتنين اند لو الكونديشن اللي على الشمال فولس. تمام؟ يعني هقول لك، لو احنا غيرنا الترتيب، جبنا ده كده وحطينا هنا اتنين اند، تمام، ناخد بالنا بس شوية بس. دلوقتي هل الرقم بآخر قسمة على تلاتة يساوي زيرو؟ تمام. ونيجي بقى للتاني، وهل الرقم بآخر قسمة على اتنين يساوي زيرو؟ صح. انا عايز اخد الاتنين دول كلهم كconditions مع بعضها. تمام. هنا مكتوب علامتين اند، هيعمل ايه؟ عشرة، بتكلم كأن بعشرة، عشرة على التلاتة بآخر قسمة بواحد، هل واحد تساوي زيرو؟ فولس. مش في بعد فولس اند؟ هل يروح يختبر ده؟ لا، ولا ليه داعي، ما هي النتيجة حسمت خلاص. يعني اند معناه ان هو هيحسب الليفت سايد، اذا كان ده فولس ملهوش داعي يحسب الرايت سايد، ده ملهوش داعي ان انا احسبه. بتكلم على الكومبايلر او الكمبيوتر مش هيشتغل في ده لان النتيجة حسمت خلاص. يبقى اتنين اند هيشوف الليفت سايد، لو كان ده فولس مش هيكمل، والنتيجة فولس. لو كان ده ترو اللي هو ده يبقى اكيد لازم يختبر ده لان النتيجة ده هتأثر في النتيجة الكلية. تمام. اما لو كان ده اند واحدة لازم يحسب الطرف الشمال والطرف الايمن، يعني لازم ينفذ الجملة دي والجملة دي. تمام. ده بدأ يفرق، يفرق في بعض الحالات. اذا اتنين اند معناها قالك ان هو هيشوف الليفت سايد، اذا كان ترو يضطر يشوف الرايت سايد. اما لو انا كتبت اند واحدة او اور واحدة قالك لازم يحسب البوست سايد، يعني قصده لازم ينفذ الجملة الاولى والجملة التانية. في المثال اللي قدامنا احنا مفترضين اكس بوان، هنا بقولك ما هي قيمة اكس افتر ذيس اكسبريشن، هل اكس اكبر من واحد؟ يا جماعة هل واحد اكبر من واحد؟ فولس. هل يكمل؟ لازم يحسب ده. ليه لازم؟ لان هنا كام اند؟ واحدة. تمام. او الرمز المستخدم واحدة بس. يجي هنا في بلس بلس على اليمين، ينفذها الاول ولا يقارن الاول؟ يقارن الاول. هل واحد اقل من عشرة؟ طبعا ده هتكون بالترو. وبعدين وبعد ما قارن، هنا بقى اللي يهمني، هو قارن اكس اللي موجودة مع عشرة، يعني هل واحد اقل من عشرة، ثم اكس بلس بلس، معناه ان اكس هتكون باتنين. فهنا قيمة اكس باتنين لان وجود اند واحدة دخل نفذ الجزء ده كله، طلع منه اي نعم بان هو ترو، فالنتيجة الكلية هتكون ايه؟ هتكون فولس، بس اكس بلس بلس اتنفذت فاكس باتنين. تمام. اكس كام يا جماعة؟ باتنين. عايز تتأكد خلاص روح خد الكود كوبي وجرب. دلوقتي انا ايه، انا عندي variable هفترض integer اكس قيمته بواحد، هل اكس اكبر من واحد؟ طبعا ده هتكون بفولس، وهيضطر يروح يعمل تيست على ده، ده هيكون بالترو. فولس مع الترو هتكون النتيجة هنا فولس، ولكن ده هيتنفذ بعد كده. لما اقول له هنا system dot out dot print len، اطبع لك قيمة الاكس، هيطبع لك اتنين، يعني هنا الاوبوت الاكس باتنين. تمام. طب نيجي للجملة دي، هنا بيقول لي خد بالك هل واحد اكبر من اكس؟ ما هو واحد ودي واحد، فولس. اند يعني ايه؟
طالما ده فولس انسى ده، يعني ده مش هيتنفذ، انا هنسى ده كله، انا مش هكمل اساسا. اكس هنا هتفضل بواحد، عايز اتاكد. ما هو يعني ده اثر في الاكس، اثر في الاوتبوت. خلينا نحط ده هنا كده، لان الكونديشن الاولاني ناخد بالنا، لان الكونديشن الاولاني فولس، فهنا اتنين اند، قال لك اذا كان الاول ترو يروح يكمل، انما لو الاول فولس مش هيكمل، اذا الامر ده مش هيشتغل، هو البلس بلس. فكده الاكس بكام يا جماعه؟ اكس هتفضل بواحد. تمام، نيجي للحاله الثالثه. انا عندي هنا هل واحد تساوي اكس؟ هنفترض اكس بواحد، طبعا ده هيكون بي الترو، صح؟ طب اساسا ده بي الترو لما النتيجه حسمت، ليه هنا اكمل بقيه الجمله؟ مش انت عندك اور وطلع الطرف الايسر ده ترو، اللي هنا كان فولس او كان بالترو، كده كده النتيجه هتكون بالترو. يعني الاور اذا كان في خطين زي كده وكان الطرف الايسر ده بي الترو، ملهوش داعي انك تكمل، يعني ما تنفذش الجمله ده. عارفين دي يعني ايه؟ يعني اكس بلس بلس مش هتشتغل، يعني اكس هتفضل بواحد. لو انا جيت اجرب كده، كليك يمين ران فايل اكس بواحد، ليه؟ ده نهى القصة خلاص، نهى القصة خلاص. تمام، هنوقف هنا وان شاء الله المرة الجاية هنكمل نحل المثال ده، ونبدأ في شرح بديل للإف، حاجة اسمها switch statement.